المصيبة أقسم بالله والخوف الحقيقي إن كل اللي بيحصل ده من إن مجرد بس الواحد يفوق مشاعر تعاطف وقتي خطأ دون إنك تعمل أعمال حقيقية من الوعي والإعداد والاستعداد فكري ونفسي لك ولأولادك للأفراد كلها الأمة كلها. وتخلص الفترة نرجع تاني مغيبين زومبي ماشيين زومبي ودايبين في الدنيا وزايبين فيها ما احناش في غفلتها. العالم مقبل على مرحلة جديدة ده أساسي. الدنيا تغير لازم الأمة دي تستيقظ لازم الأمة دي كلها تطيع ربنا سبحانه وتعالى. يا ابني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يا ابني امنا يا ابني اعمل حاجة نرجع نعتز بديننا تاني بالإيه بالأفعال والامتثال للكتاب والسنة عشان نبقى من الناس اللي تنصر الحق وأهله. واحد يكسر قيد الغفلة اللي القيود اللي بتكبلنا دي إنك تكون عبد رباني ضد شهوات الدنيا كلها مراهن على وعد الله عز وجل. أيوه المراهن على كده بالنصر والتسبيح ووعيد ربنا وجزاء وعقابه للفجرة بالخزلان والهزيمة والخزي